هلأ بدنا نحط باودر على طول. أنا بستعمل لونين، لون أغمق نكزي من السكن ولون أفتح من السكن، لحتى نعمل دايمنشن اللي بسموه بيت كونتورينج. بنحطه على الجبين create a cheekbone، بس ما نبالغ فيها، يعني ما ضروري نشوف زياح ولاينز وتزبيطات. وتحت الدقن ما ننسى الدينين، لأنه كمان بيتصوروا الدينين وممكن يبينوا أبيض أو زهر بالصور. ودان definitely بدنا ننزل على الرقبة لنوصل اللون هيدا بهيدا. فينا tip of the nose، إذا عملنا شوي هون منعلي للمنخار. It's perfect. Let me see. So استعملنا medium dark على الجوانب. حنستعمل medium تحت العين or the triangle اللي exactly تحت العين. لازم ما يبين. في ناس كتير بتحط الكونسيلر دويرة هيك، مش هيك بالصور ببين في مطارح أبيض في مطارح لا. الضوء بده يلقط السنتر تبع الوجه، ما ضروري نبالغ بالباودر ونسميك، خاصة إذا أنتوا عم تعملوا المكياج لحالكم، لأنه you can always powder later. يعني على طول فيكم أنتوا تعملوا رتوش للميك أب. باي ذا واي، شغلة كتير مهمة، في ناس كتير بلمع وجهها بالسهرة وبيمسكوا البودر يلا مع السبونج بحطوا. أول شيء السبونج بتلقط الزيت اللي بالوجه، بترجعوا على الباودر، الباودر ببطل منيح، بصير بحجر وما بعد بيطلع، تنتزع العلبة. The best way is جيبي تيشو، مش نابكن عن الطاولة أو أي شيء، كلينكس ونكبس بقوة مطرح ما بيلمع التيزون غالباً.